اوكي جايز، دابا كنظن غادي تشوفوني مزيان، غادي تسمعوني مزيان، نقولوا لي واش الاضاءه هي هذيك، واش الصوت هو هذاك، باش نعرف واش ما كاين حتى شي مشكل، كلشي هو هذاك. اوكي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعدا هذه اول حاجه، دونك اليوم غادي نهضروا على لونش باد جديد، غنحاولوا نديروا العلاقه كاملين. اوكي كيف وليتكم ديك المره ولاو عندنا دو شوا باش نشاركوا في اللونش باد، سواء كنشاركوا كنحطوا لي بيت اوكي العمله ديال باي بيت، سواء كان ممكن نشاركوا في ديك القرعه ديال اليو اس دي تي لا لوتري ديالهم غير ب 100 يو اس دي تي. انا صراحه ديك المره تشاركت بها وكان جاتني واحد الحصيصه مزيانه وعجبتني صراحه، حسن داك البيت لان البيت كيطلع ويهبط، كتكون مثلا شاري بزاف ديال لي بيت وشي هبطوا في القيمه ديالهم وكتبقى ضايع فيهم. قلت اللهم نبقى نشارك في اللوتري، مره تجيني مره ما تجينيش ماشي مشكل، المهم ما نخسرش شي حاجه كثيره. دونك غادي نهضروا على لونش باد هذا ونشوفوا شنو هو، علاش كيصلاح، المشروع ديالو، داكشي كامل اللي كنديروا كيف العاده، فوقاش غادي يبدا، شحال الوقت عنده باش يسالي، المهم نهضروا على الديتاي كامل، حاولوا نشاركوا فيه الا كان عندنا الوقيته. دابا نبداو على بركه الله، نمشيو للميكرو على بركه الله. دونك هنايا الفيزيت اوفيسيال ديال باي بيت بيان سور. دونك غادي نمشيو للجهه ديال لونش باد، غادي تلقاوها هنايا في 3 دي، غيبان لكم لونش باد كل مره فين كتبدل هاد القضيه هادي. كاين التوك اللي غادي يتحط جديد اللي هو كنسميه ولكن الوركن، كيتروز ليه دبليو ال كا ان فيها دبليو في هادي. دونك كيما كتشوفوا هنا راه بيريود سوطاني غادي تبدا دابا ان شاء الله 10 تسويع. دونك اون فوا غنشوفوا لا فيديو ان شاء الله غادي يكون بقى لكم تقريبا واحد نص نهار باش توجدوا المسائل ديالكم كاملين. كيف ديما باش تشارك لونش باد كيخصك اول حاجه تكون فاليدي لي كي واي سي ديالك اللي هما لا كارت ناسيونال، بروف ادريس، داكشي كامل. ثاني حاجه تكون عندك واحد ديبوزيت باش تقدر تشارك بيان سور، هذه حاجه ضروريه وعاديه. الوغ قبل ما نشوفوا المشروع شنو كيقول، المهم الوغ كيف قلت لكم ديما كاينه ديسكريبسيون، يا اما بالبيت اوكي يا اما باللوتري. اوكي انا غادي نفضل نشارك باللوتري بين قوسين، غير بالنسبه للناس اللي عاد غيشوفوني لاول مره وغادي يبغيو يفهموا لا ديفيرونس بيناتهم. الفرق هو هنايا كتشري العمله ديال باي بيت، بحال مثلا باينانس عندها البي ان بي، باي بيت عندها البيت اوكي اللي هو هذا. دونك تشريه تحول مثلا اليو اس دي تي ديالك للبيت وكت تحط لو مينيموم ديال 50. الصراحه بيني وبينك اذا ما كنتش تحط شي مونطون كبير، يعني مثلا ابتداء من 5000 دولار الفوق ما كتجيكش شي حاجه كثيره، يعني ننصحك اللهم دير القرعه حالي، القرعه تقدر تجيك قبل ما تجيك، وين الا جات كتجيك واحد الحصيصه زوينه بزاف. دونك ننصحكم ديروا هذه الصراحه، حطوا مينيموم 100 يو اس دي تي اشتركوا في القرعه. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، ملي كتخرج لك القرعه راه ما كدعلكش 100 يو اس دي تي عليك، ولكن تيقصوا لك منها غير القيمه ديال الطوك اللي عطاوك، غالبا كتكون ما بين ديك 20 دولار اوكي، كيحولوها لك الطوك. ولكن اوكي ديك الساعات اللي فوق كدير البام مثلا ديك 20 دولار تقدر تولي 100 200 دولار، بيع وترجع فلوسك كامل اوكي. دونك هادشي اللي كاين غير باش تكونوا فاهمين لا ديفيرونس. دونك يمكن تشاركوا دابا حاليا لان مازال ما بدا اوكي. بالنسبه للناس اللي غادي يشاركوا بالبيت، عطيناهم اون خطوطال المجموع ديال لي توكن اللي عندهم هو 14 مليون اللي ممكن يربحوا. البرايس ديال واحد ولكن هو 0.016 يو اس دي تي اوكي. البلافون اللي ممكن يربحوا يوتيليزاتور واحد او مشارك واحد هو 20000 ولكن اوكي. كانهم في الخطوطال غير 6 مليون ديال ولكن. لو بري نفس الشيء ما كيتبدلش. وبالنسبه كل غانيو غادي يربح 70 750 ولكن، يعني هنايا الفرق ما كاينش واحد غير يربح 100، واحد غير يربح 200، واحد غير يربح 20000 الى اخره. يعني لو وصلت غير 50 سنتيم راه غتولي عندك تقريبا واحد 360 دولار مزيانه، من 20 360 دولار راه بخير. دونك هنا كيما قلت لكم هذا العكسي باش غادي يبدا، اون فوا غادي يبدا غادي تكون عندنا واحد البوطونات هنايا باش نقدروا نشاركوا، حاليا ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. بالنسبه للبيريود دانستونتاني كيف قلنا غادي تبدا دونك 16 في هذا الشهر، يعني غدا ان شاء الله مع 12 يو تي سي. دونك تشوفوا سميتو بالساعه ديالنا شحال غتكون جي ام تي، سمح لنا الصداع ديال التليفون. بالنسبه هذه لا بيريود ديال دانستونتاني كيسميوها سناب شوت، يعني خاص تكون غير في ديك الوقيته موجه ديك الفلوس ديالك في الكونت اللي عندك. دونك غادي تكون من 16 من غدا حتى ل 20 في الشهر اوكي، وانت غير موجه الفلوس. اون فوا غادي تسالي سناب شوت بيريود غادي تدخل في بيريود ديال سكريبتو، هنايا فين غادي تونجاجي سوا البيت ديالك سوا اليو اس دي تي ديالك. دونك تقريبا لي لونش باد كاملين عندهم نفس القواعد اوكي. الوغ بالنسبه للسكريبسيون غادي تبدا من 21 في هذا الشهر مع 3.5 يو تي سي، وغادي تسالي في نفس النهار مع يو تي سي اوكي. دابا هنايا غادي ندوزو لا بيريود ديال ديستريبيسيون فين كتكون حتى هي في نفس النهار، غادي تبدا مع 11 بيلا في 21 في الشهر، وغادي تسالي مع 12 في 21 في الشهر، يعني ساعة ديال التخزين. اون فوا كتجي 12 تيكون كتلاح كتلاح التوكن في بلاتفورم، وتيكون واحد البامب
كبير. دابا غادي نهضروا على لو بروجي لو تيب ديالو بلاي تو ارن. سي ان جو ان اف تي، دونك ممكن تهبطوا لهنايا غتقراو ابروبو دي سوجي ويكون عندكم ديتاي كامل. دونك هنايا داير بحال الشكل ديال الدوفيش، الناس يبقاو تيدابزوا مع بعضياتهم وممكن تربح الفلوس من هذا لو جو هذا، وكيعطيوك على شكل ديال التوكن ديال ووكن، وداك الووكن دابا راه كيتليستا بزاف ديال لي زيكسبار منهم باي بيت. دونك راكم عارفين بان دابا المستقبل هما هاد لي جو بي تو ان، ممكن تربح منهم الفلوس، كلشي كيشارك فيهم، كلشي كيربح منهم. دونك حاليا كنظن بان غادي يكون عندهم بحال داك الشكل ديال التوكن اللي كنا شحال هادي ديال كنظن ديال جي جي ام، كانت عندها واحد الكوميونيتي هابه بزاف كنا هضرنا عليها في الفيديو، تقد تكون حتى هي تقريبا نفس الشكل. المهم لو بامب غادي يكون كيف قلت لكم ضربوا الفلوس في البامب ونخرجوا حياتنا، ما بقاوش جالسين بزاف. ممكن تقلبوا من بعد نتوما لا راحتكم على اللعبه اكثر. اوكي انا شخصيا صراحه هادشي ديال لي جو مثلا امش بهم بزاف، انا تيهمني هو داك البامب دوك الفري توكن اللي غادي يعطوني، كناخذ الارباح ديالي فداك ديك السويعه ونخرج بحال هادشي، ما كنطولش في السوق بزاف. هذا ما كان بالنسبه للونش باد ديال، ولكن نتمنى تكون لا فيديو مسروحه مزيان وفهمتوا كلشي. نتمنى ان شاء الله كلشي يربح في اللوتري، اللي يربح ما ينساش يخلي كومونتير في لا فيديو ديالنا ديال اليوتيوب. اللي عنده كابيتال كبير وممكن ينفيستي في البيت يديرها من الاحسن، ان تماك او موان الربح مضمون، ولكن خاص كيف قلت لكم خاصكم يكونوا عندكم ان كابيتال فريمون كبير، سينو اللوتري ديروا بحالي ونتهناو ما كنريسكوش بزاف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيبقى شي شويه ديال الزهر هو اللي تيلعب، جات مزيانه ما جاتش، غادي نسالي لونش باد الجاي كيف ديما. ما تنساوش قبل ما تمشيو لايك ديالكم، كومونتير، بغيتو اي اقتراح، اي سؤال، اي حاجه خلاولي في الكومونتير. ما تنساوش بان هذه القناه راه كتمشى وكتزيد بالتشجيعات ديالكم، كنحتاج التشجيعات ديالكم بزاف. ونتشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله. تلاه في راسكم، تشاو.